Everyday Heroes. كيف تنقذ غزالا بالمعنى الحرفي؟ شاهدوا هذا التصوير من الريف. ثلاثة شبان هم كيفن رود وإريك سمورستراد وبريتون ماير كانوا في طريقهم لحضور مباراة كرة القدم عندما رأوا غزالا عالقا في مجار في ملكية والد سمورستراد، ولم يتوانوا للحظة عن مساعدة الغزال المسكين. يبلغ عمق الحفرة حوالي 10 أمتار، لذا توجه الثلاثة إلى المتجر وأحضروا حبالا وخطافات لكي يضمنوا سلامتهم. خطط الثلاثة لعملية الإنقاذ ونفذوها بتأن، حيث ربطوا الغزال من قرنيه وسحبوه إلى الأعلى بحذر. في لحظة إخراجه إلى بر الأمان انطلق الغزال راكضا إلى حريته